وأكد المحافظ أن العمل المقبل سيكون ضمن آلية التشاور بين الحكومة المحلية وممثلي المحافظة في مجلس النواب، وستكون هناك خريطة عمل جديدة تنهض بالأداء الإداري في دوائر الدولة. كل العمل القادم هو راح يكون تشاور بين الحكومة المحلية وممثلين المحافظة في مجلس النواب. أكيد راح نرسم خارطة جديدة للعمل، وراح الكل يكونون مطلعين عليها. رؤساء الوحدات الإدارية أكو قسم منهم صار لهم فترات طويلة من الزمن، وقسم منهم حديثي العهد. اللي راح نشوف أداءه متناسب ما يهمنا الوقت في اتخاذ، خصوصا بعض التعقيدات يعني بالإجراءات. فلذلك احنا الاتفاق الأخير كان مع اللجنة التنسيقية انه اذا صار رأي على استبدال مدير او رئيس وحدة إدارية يكتب الى الوزارة او الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال 15 يوم يتم البت بالموضوع. فهذا فيما يخص الجانب ايضا الإداري، وراح يصير متابعات دقيقة على عمل المدراء الدوائر، لأنه مدراء الدوائر هم الأدوات التي تنجح بها المحافظة أو لا سمح الله تفشل. أمامنا تحديات كبيرة، ظروف البلد الآن صعبة ومعقدة، لذلك نحتاج إلى دعم من السادة أعضاء مجلس النواب في أنه يقدمون الدعم بالمركز حتى إحنا تمشي الأمور بشكلها الصحيح.